جينشن امباكت بالعربي، موقع عربي فيه شخصيات، أسلحة، أخبار، شروحات عن جينشن امباكت. تروح للشخصية تضغط عليها وتجيك تفاصيل الشخصية، تبى تعرف مهاراتها موجود، تبى تعرف بلدها موجود، عندك سلاح مو عارف تترجمه ومو عارف ايش خصائص هذا السلاح، روح للسلاح اضغط عليه اقرا. عندك شخصيات مو عارف تعمل تيم ممتاز، gamesmt11.com بيساعدك. في شيء مو ملاقيه في الموقع روح اكتب في البحث وبتلاقيه. عندك شكوى، استفسار، دعم، خدمة، مساعدة، مشاكل في الموقع، اي حاجة في خدمة التواصل بيساعدوا. عمرها ما سارت في الحساب ذا، عمرها ما سارت معايا ابدا. يا اله الا الله. Benny's Adventure Team Assemble. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله اموركم طيبه واحوالكم كلها بألف خير. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نسحب في البنر، وإن شاء الله الأمور كلها تكون أحلى ما يكون. المهم إن شاء الله أنتم طيبين وأموركم طيبة. عندي 23 من هذا الشيء، وعندي 44,000 من هذا الشيء، تجميعة زمن مرة طويل. خلنا أشيك الشوب، ما عندي شيء. عندي 276 سحبة، 276 سحبة، بالإضافة إلى نسيت الرقم ذاك، هذا 23. والله تجميعة زمن مرة طويل، من زمان قاعد أجمع كله عشان خاطر السلاح الحلو ذا ستاف اوف هوما. فمتحمس اختار ستاف اوف هوما. شوفوا انا عندي الحمد لله عندي سحبات مره كثيره، لكن كل امل اني اجيب شيء اكثر من ستاف اوف هوما. طيب اجيب يلان، اجيب ابغى انا ستاف اوف هوما، واجيب هوتاو كمان كونسوليشن الاول، لانه عندي كونسوليشن صفر وقاعد استخدمه كونسوليشن صفر، أحس بمعاناة شوية بعض الأحيان. فإن شاء الله نجيب سلاح ونجيب هوتاو، هذا أهم شيء، وبعدها نجيب يلان، سلاح يلان. المهم أنا بخلص كل الإمكانيات الموجودة هنا. خلنا نشوف البيت عندي، خلنا نشوف الهيستوري، بعرف أنا كم. أوكي آخر شيء سلاح هذا اللي جاني منه كثير. المهم خلنا نشوف البيتي حق الشخصيات، هيستوري جين. اتوقع اتذكرت ايام نهيدة. طيب بسم الله. بسم الله، يلا بسم الله. عندي 10. هذا اول 10 جاني ذا. ما بخش انا، ما بخش، بس كنت باشر عليه. أو جاني هذا كمان ففوني. تمام ما احتاجهم. بسم الله، 10 20 نين جوانغ كله محتاج. بالنسبة لل ما في شخصيات. تمام 10 20 كده 30 يا رب 30 رس 40 40 لسه بدو كويس 40 40 بعدها يجي رقم 50 لسه بدري 50. خلنا نشوف الاسلحه هذول الاربع نجوم. ليثيك سبير، ليثيك بليد اقصد، الوحيد اللي مو رانك 5 والباقي كلها رانك 5، بس ليثيك بليد عندي ما هو رانك 5. فان شاء الله اذا جاني سلاح يجيني ليثيك بليد او يجيني شيء برا. كم قلنا؟ كم وصلت؟ انا اتذكر قلت 50 بس وصلنا 60.
60 ما اتوقع 60 60 60 لازم اوصل للاخير. انا حسحب واحد واحد الحين بس لازم اوصل للاخير. 70 ها 71 يصير كذا. لا كان الفيديو واحد صح؟ كان في واحد يعني 72 72 لا هنا فوق 73 ما عليه. إذا لاحظتوني بطيء فلأنه أول مرة متعود ألعب على البلاي ستيشن والبلاي ستيشن فير. هذا 74 74 خلاص. كل ما أقرب كل ما 74 إن شاء الله قاعد أضغط صح يعني 74 75 أنا قاعد أعد صح ولا لا؟ لأنه مستحيل أقول 80 76 ياها ياها مو معقولة 77 77 لسه أنا غلطان في العد هاي 78 أنا غلطان في العد أنا غلطان في العد 78 جاتني كولي كويس ما عندي هي كونسليشن 6 ما أدري كم الكونسليشن بس مو 6 77 صح 78 حلو جاني 2 4 نجوم ورا بعض صح محتاجهم بس 2 4 نجوم ورا بعض بس السلاح أبغاه أنا ما يبغالي أطمح وأقول إنه حجيب مدري حقول أعرف حظي يدوب يجين السلاح 78 من فاكر ترى السلاح حلو إذا عندي الآن بس انا هكمل وبجيب السبب هما بس اللي صدمني اني انا وصلت لك يا اقوى سيميولاركا بمعاناة كيف السبب هما هذا اذا جاني السبب هما دحين انا كم سحبة عندي ما ابغى هيستوري ابشرب كم سحبة عندي 230 يعني جاي حجيب سبب هوما يعني اذا مره حظي مره سيء ها حيجيني يمكن يجيني هوتاو يبقى لي 20 سحب على هوتاو يلا اسحب 10 قول يا رب سبب هوما ما يجيني شيء ثاني مع انه الاسلحه دائما كويس جاتني ليلى جميل جدا ما عندي ليلى ما عندي ليلى طيب يا رب لا طب فين ليثيك بليد مع اني ما استخدمه بس ابغاه يا رب انا دائما سحباتي تكون في بث فاكون متحمس دحين بدون بث احس بملل ماشي سريع ما في احد يتجاوب معايا احس بملل لكن القلق والشوق يعني النتيجه والقلق اللي احس فيه موجود يعني شوفوا لسه اطرافي بارده اطرافي مره بارده رجلي ويدي وهنا كذا يعني احس ببروده ففي توتر شديد اتوقع 30 هذه 40 يلا يا اصفر
خلاص يا راست. ما فرق يجي اللي يجي، اهم شيء اصبر. 30 صح؟ والله ما ادري. 40. خمسين. خمسين والله حظي سيء، والله مرة سيء. ستين. ستين. أوه. حسبته لوس بلاير أول ما طلع، فزي اللي قلبي نبض. المهم يا رب سوف هوما. طيب يا رب سوف هوما، يا رب سوف هوما، عشان اضمن شخصيتين خمس نجوم. طيب وتاو نقول ان شاء الله نجيب شيء ثاني. يا رب سوف هوما، يا رب سوف هوما. كمان بيجيبوها في الاخير. يا رب سوف هوما. يو ما تدروا قد ايش متحمس للسلاح، ما تدروا قد ايش نفسي استخدم السلاح. المهم رست، ما قصرت يا رست. ليتس بلاي اخيرا اخيرا. ما ابغى. يلا ما شاء الله ثلاثة اربع نجوم، ما قصر. سف هوما مع ثلاثة أربع نجوم ما قصر. الحين عندي 25. عارفين إيش يعني 25؟ يعني 160 سحبة، 90 90 180، يعني 80 و80. تمام تمام. يعني إذا جات الشخصية قبل الثمانين معناته احتمال، قبل السبعين معناته إنه أنا ضامن الشخصية الثانية. المهم نسحب ونشوف، نسحب ونشوف. افتكرت البيتي، البيتي واحد صح. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يلا بسم الله. تحويشة عمر، تعالي يا هوتاو وتعالي يا لالان الاثنين عشان افرح. تحويشة هذا جاني برضو ثاني، يعني انا هارب منك هناك تجي هنا. يعني هو ترى والله السلاح جبار، بس انا عندي منه رانك خمسة ما احتاج. ممتاز دينجوان. طيب هذه 20 ممتاز، يعني انه خلاص. 20. هذه 30 30 40 40 لسه. بيدو عندي مو كونسليشن 6، فكل ما تيجي بيدو كل ما يكون افضل. 40 50 معليش اذا الصوت شويه فيه مدري ايش مدري ايش، انا شويه تعبان هذه الايام. 50 ثينك شو اوبس يسار. 50 ستين. لا تجيني متأخر رجاء، لا تجيني متأخر. 70 يا رب يا رب. اسمع كل فيديوهاتي اللي فيها سحبات زي كذا، فتعودوا. اتعودوا على ذا الشيء. خلص 70 كويس. بدو ما اعرف، يعني ما اعرف كونسليشن كم، بس هي ما هي 6. 40 70 80 حسحب عشرات لاني اكمل اسحب. مضمونه هوتاو. طيب مضمونه، لكن اللي بعدها ما هي مضمونه. ساكريفيشال سورد. ألف مبروك حيا الله، ألف مبروك حيا الله. من جانا
كونستليشن الأول. طيب كويس. نحول ليالان. ليالان عندي معليش هذا المكان جيته مرة كثير. لأن أنا عد كذا عندي 80 سحبة. أوه جاتني في 80. معناته إن شاء الله ليالان كمان تجيني في 80. يلا يا يالان يا بدو. عمرها عمرها ما ثارت في الحساب ذا، عمرها ما ثارت معايا ابدا. لا 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 يا رب يا لان يا رب يا لان. يو يا اله الا الله بزحمتين ورا بعض اقصد 20. لسه جالس اقول اتعودوا علي الخمس نجوم جايه في الاخير. يا رب يا لان والله يا رب يا لان. دقيقه انا شفت اصفر ولا يتهيالي؟ شفت شخصيه خمس نجوم ولا يتهيالي؟ لا 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 ما اصدق عمرها ما سارت معايا اثنين خمسة نجوم ورا بعض. هذا بيتحرك كده والله بيتحرك. بسم الله. بقفل الكاميرا اروح اسجد وارجع. دقايق. انا جسمي كله ينفض. جسمي كله ينفض كانه جو برا برد وقاعد. والله جسمي ينفض. المهم ألف مبروك ألف مبروك لينا جميعا، مو ألف مبروك لي أنا، ألف مبروك لينا جميعا إننا جبنا شخصيتين خمسة نجوم وسلاحين خمسة نجوم، شخصيتين البنر هوتاو ويالان وسلاحينهم معاهم. والله فرحان. هذا اروح لهوتا واعطيها شوف معطيها دا دراجونز بين سويتش. كيف اسوي سويتش ثاني؟ ايوه لا دقيقه ابغى ذا كذا بعدين كذا بعدين كذا. والله لايق عليها والله لايق. هذا كيف اشيله ذا؟ عامل زحمه والله لايق عليها. اوه كونستليشن الاول كمان. اي استنى يا سلام يا سلام. يلا 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 وبعدين فين عندنا يلا وذي. لا شوفوا يا ليلى الف مبروك يا ليلى فين وجهها. المبروك يا ليلى اهلا وسهلا نورت الثيم مو الثيم نورت الحساب شرفتينا انستينا فرحتينا. اوكي انا اول مره اشوف ذا الشيء هذه الان. اهلين سلاحك لا لا هذا مو سلاحك نعطيها سلاحك سلاحك. احس مره متعب البلاي ستيشن بس اضغط هنا على طول تاخذها.
سلاحك. خلنا نسوي زي كذا. ما يا لازم اضغط كذا بعدين اضغط كذا. المهم السلاح ذا ما هو في الخطة نهائيا اني اجيبه، لكن نصيبه يجي ونصيبي اسحب، لان كل اللي في بالي اني هجيب ستيف هوما بعدين اجيب هو تاو، واذا بامكانية اني اجيب يلان، اما سلاحها النهائية ما كان في البال. فالف مبروك لينا يا يلان، شخصية من الطراز الرفيع عندي في الحساب كذا. اوكي خلاص. طبعا انا بدأ الحساب ما راح العب، بس يا سلام طط يو لا، هذه احلام كنت احلمها. يستاهل التحويش اللي حوشته، يستاهل كل صبر صبرته عشان هذا اليوم. يا قلبي انا ما ادري ايش اسوي، خلاص حقفل البال، حقفل الفيديو التسجيل. المهم شكرا يا جماعه على تواجدكم اليوم، وصدقوني انا مره فرحان، و يعني اللي حصلت شيء مرة حلو. أربعة خمسة نجوم في يوم واحد، هذا كنت أنا أحلم فيه زمان. الحمد لله. شكرا على تواجدكم، مع السلامة.